يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفى يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفى يا ربي صلي على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صلي على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صلي على محمد واكفي المعادي واصرفه وردا يا ربي صلي على محمد واكفي المعادي واصرفه وردا يا ربي صلي على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صلي على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صلي على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صلي على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش.
العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه ومالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والغ النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذنب رانا صلى الله عليه تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارجف الآذانا صلى الله عليه انصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه وطه عبده من به في ذكره أعظم به من نانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وابدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه مستشعرا أنواعها
فاستفك من غفلة عنها وقل يا رسول صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقل من بين الخيار رسالا صلى الله عليه من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله يصانا صلى الله عليه رفعه الله حماه اختاره وما برا كمثله والنصر والتوجير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ كتاب النبيين لما آتيتكم من حكمة الإحسان صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا كالطلا دوانا صلى الله عليه حتى هنا درفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ودواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الإيمان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه وسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاء نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزل بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ رسول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه
هناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. حينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورغد كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Yeah.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحينا الطالية مع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهرى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا صلى الله عليه
وحليمة من سعدها قد بانا صلى الله عليه. قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه. لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتى أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافاها نها صلى الله عليه. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلا ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان صلى الله عليه. دم له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعا لكنه ليلة جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا صلى الله عليه. ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شاقها وسلمت أحجار على مولانا صلى الله عليه. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا. يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى عصيانا صلى الله عليه. ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي حسانا صلى الله عليه. فنشا صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه. ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتصي حسبانا صلى الله عليه. دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا صلى الله عليه. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن صلى الله عليه. وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه.
الدين وافاه الحمام فضمه عم مل العطف عليه جنانا صلى الله عليه خطبته بنت خويلد في الخمس والعشرين حازت في المشفع عشانا صلى الله عليه قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه من سعة العقل ووقاد الحجى سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن صلى الله عليه وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا صلى الله عليه وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا صلى الله عليه ملك الجبال أتى فقال أطببها فقال لا بل أرتجي العقبانا صلى الله عليه أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه والإبن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا صلى الله عليه قدرا وتعظيما لشان محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجدع حن محبة وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا عيانا صلى الله عليه والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأسجان، صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، صلى الله عليه. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا، يا الله. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، صلى الله عليه. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، يا الله. أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب سلطانا، يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، يا الله. واركض به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، يا الله. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، يا الله. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، يا الله. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح العقبانا، يا الله. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين.